فلا يعني من ان ساعة شاء ما الله. جه روي فيتوريا كابتن حازم، واحنا مش حاسين ان هو عنده مواقف شخصية مع لاعبين، ما لا عندوش لا خالص الحاجات دي خالص. خالص، بس لما تم الاستبعاد 3 لاعبين بعض الناس قالوا انه خلاص دول استبعاد نهائي. هل هو استبعاد نهائي؟ طبعا هو في الاخر هيختار هو طبقا لامور فنيه قائمته في المباريات اللي جايه، طبعا بس هو طبعا بيقول استبعاد نهائي لاسباب تاديبيه، ولا ممكن دي تبقى عقوبه وخلصت خلاص وممكن بعد كده يشوف حسب احتياجاته بص، الفنيه انا للجاي. بسمع الناس كتير، يعني انا ما طلعتش اتكلمت بعد الموضوع خالص، بسمع الناس كلها تطلع تتكلم ده كذا ده كذا كذا. الراجل بالنسبه له هم عملوا حاجه في المعسكر وخلاص، والله اللعيبه دي كويسه الفتره الجايه وجامدين جدا تمام، يعني ما عندوش مشكله. الموضوع انتهى بمجرد المعسكر وعقاب المعسكر وخلاص، لكن هو اللي جاي هو بتاعه، هو شايف الاحسن. لو واحد كسر الدنيا مثلا مش هيجيبه، مش هيجيبه ازاي يعني؟ مش يعني ازاي يبقى عندك في منتخب مصر حد انت محتاجه ومش هيجيبه يعني؟ صحيح. خصوصا الناس ما عملتش حاجه ايوه يعني مثلا اخلاقيه او مثلا حصل بعد مثلا استبعاد مثلا تصرف، لا بالعكس، مثلا في منتهى الاحترام تقبله ومشي بمنتهى الاحترام، ما فيش اي حاجه اكتر من اللي حصل. طيب يعني كابتن برضه انا حازم، بسمع ناس كتير ايوه وخناقه اتفضل. ولا الهو... لا ما هي والله دي ما فرصه، حضرتك تتكلم في لا النقطه دي، لا خالص. ان الناس الموضوع، هل الموضوع ان هم تقبلت منتهى الهدوء ومنتهى الاحترام، والعلاقه محترمه بينه وبينهم بشكل كبير وبيننا كلنا من بعض، يعني هم كلهم لاعبين منتخب مصر وده مفتوح للناس كلها لكل من. ومش معنى انك غلطت مره او عملت حاجه انك هتموت، يعني هتموتك يعني. خصوصا ان الخطأ مش اخلاقي، خطأ ما فيهوش تجاوزات، ما فيش حاجه يعني تستدعي انك تاخد حاجه اللي فوربيدد اللي هو محرم انك تاخده يعني. ودي حاجات في الكوره بتحصل، وهو يعني دماغه كبيره وبيحب اللعيبه كلها وهو حابب الموضوع، كان في متضايق ناس، جدا وهو عامل في الموضوع. ناس كتير يا كابتن حازم فرصه وانت موجود معايا برضو عشان الراجل ما يشيلش هو الليله، قال لك كابتن ايمن عبد العزيز هو اللي وقع بين ال3 لعيبه وفيتوريا، وان كابتن ايمن عبد العزيز هو اللي ما بقى دي بلغ. صفحات يا كريم وكلام، وناس عايزه تقعد من الفرقه يعني، للاسف بيفرقوا وبيعملوا مشاكل عشان يبين ان ده بسبب ده وده بسبب ده. عمر ما كان منتخب مصر كده يا جماعه، صح. واللي ماسكين اكبر ودماغهم اكبر من شغل الناس الهواة او الناس المتعصبه. انت متعصب ودي حاجه حلوه وكل حاجه، لكن ما تحطش يعني احساسك انت كمشجع ان ده حصل. انت بتشوفه كمشجع تمام، بس ما تبينش، ما تقولش للناس ان ده صح وان ده حصل، لانه ما حصلش ومش ممكن يحصل في منتخب مصر. احنا منتخب مصر ده ملك مصر كلها، مش تبع واحد ولا اثنين او واحد يقول لواحد حاجه فهيسخن. الحاجات اللي هي بتاعت مراكز الشباب دي يا جماعه، ده احنا ناس كبار صح وناس مسؤوله، صح. انت كابتن بتخش حازم، في انديه صغيره، فعيبني يعني. قصدي انا مقدر ان انت بتحب ناديك وتحب لعيبتك تمام، بس قصدي ما تقول اصل هو عشان مش عارف مين في نادي ايه فبيحب عايز مش ممكن. لما كان بيتمرن معاهم في نفس الكلام، كان في رامي ربيعه وكان في محمد وفي هاني وفي ناس كتير بتتمرن، وتريزيجيه ومصطفى فتحي، يعني في ناس كتير بتتمرن. صحيح فما صحيح. فيش حاجه شخصيه ولا حاجه، وهو زي بقول لك هم اللعيبه تقبلت وهم اي حد هيتالق اكيد هيكون موجود. هو راجل عايز يكسب بطوله، كل الاسلحه اللي موجوده عنده يعني، اكيد مش هيبقى ان هو هيخسر لو في حاجه. خصوصا زي ما بقول لك ان ما فيش حاجه اخلاقيه، ما فيش حاجه اللي هو مثلا في تعدي او مثلا زعقوا او مثلا تحدي، او مفيش حاجه خالص. انت حضرتك دلوقتي بتقول لي كمان ان المشكله ما كانتش كبيره قوي عشان من زاويه اخرى. لا يعني مشكله لا يعني قصدي في حصل حاجه الراجل اتضايق منها وخلاص يعني. انا اقصد يعني حدودها هو العقاب دوت استبعاد من المعسكر، ده حدودها يعني. مش اكتر من كده، بس بعد كده الناس نامت على النادي. دماغ كبيره يعني، احنا بس هو احنا بنحب عشان الاعلام بيحب طبعا حصل، فلازم يتكلموا كتير، وكل واحد يحط التاتش بتاعه، كل واحد يحط فكرته، كل واحد يحط رايه، كل واحد يحط لو هو مكانه، فبيتوقع حاجات. في المقابل كابتن حازم، ناس لامت على النادي الاهلي، قال لك لا كان المفروض يعاقب حسين الشحات وامام عاشور كمان ادام اتعاقبوا في المنتخب، وانت دلوقتي تقول ان المشكله خدت حدودها واتقفلت لحد كده. طبعا وانا من بعديها بثانيه خلاص احنا باصين لماتش سيراليون، ولا حد فينا رد على حاجه، ولا كلنا مركزين عايزين نكسب الماتش. ممتاز. والموضوع خلص في ساعتها. هاي. وتمام يعني احنا يعني انا شايف الدنيا زحمه حوالينا في الكلام، ولكن احنا كنا فاصلين نفسنا الحمد لله، واللعيبه كانت رجاله. خلاك تفريه متعبه جدا، حوالي 9 ساعات تقريبا طيران. طبعا. يعني كانك ساعه وتروح نيويورك يا كريم، تخيل طبعًا. يعني كانك طبعًا. يعني وتلعب ماتش بعديها بيوم. لا ورايح رايح لرطوبه ونجيل صناعي ويعني كل حاجه. فالموضوع صعب شويه، فكانوا رجاله يعني لعيبه تعبانه، وانت شايفهم متعبين، هم بيلعبوا طبعا من الرطوبه، الارض بتطلع سخونيه مع الرطوبه، مع اللعيبه تعبت جدا طيب. وتعبت بيها بيوم ماتش ولا بيومين. ف